وينضم إلي عبر الإنترنت المحلل السياسي عبد الله الكبير. سيد الكبير، أرحب بك معي في هذه النشرة، وأود أن أسألك، السراج وحكومة الوفاق يتمتعون بشرعية دولية ويحظون بدعم دولي واسع، ويتعرضون للقصف من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر، بينما حفتر الذي وبحسب بنود الاتفاق السياسي لا يمتلك أي شرعية يحظى بدعم عسكري ويستطيع قصف طرابلس، بينما لا أحد يستطيع قصف مركزه في الرجمة في بنغازي. ما دلالة هذه المعادلة المعكوسة إن صح التعبير؟ نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بالنسبة للدعم الدولي، أعتقد أن حفتر أيضا يتمتع بدعم دولي وإقليمي، وإن كان الدعم الدولي أكثر تأثيرا، وأقصد هنا بالتحديد الدعم الفرنسي وإلى حد ما الدعم الروسي وحتى الأمريكي، وإلا لما تطاول وأوغل في الدماء إلى هذا الحد دون أن يتعرض إلى أي إدانة حقيقية من المجتمع الدولي. مسألة الوصول إليه في مقر إقامته لا أعتقد أنها بعيدة متى توفرت الإمكانيات العسكرية لقوات حكومة الوفاق، فسيطاردونه في عقر داره. لا ينبغي أن ننتظر أي موقف حقيقي من المجتمع الدولي، خاصة وأنه سبق لحفتر أن قصف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وهذا يفترض أنه سبب حرج لأوروبا أمام المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية، ومع ذلك لم تكن هناك أي إدانة حقيقية. إذن المجتمع الدولي مثلما يزعم أنه يدعم حكومة الوفاق ويعترف بشرعيتها، هو أيضا بشكل خفي وغير معلن يدعم حفتر في هذه الجرائم التي يرتكبها يوميا. نعم. طيب سيد الكبير، يعني هناك من يتحدث عن أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم هو لإفساح المجال أمام دول لها علاقة بالملف الليبي للمطالبة بوقف إطلاق النار بسبب كثرة الجرائم التي حدثت في هذه الحرب، وبالتالي يمكن إنقاذ ما تبقى من ميليشيات حفتر والحفاظ على مكان حفتر في الساحة الليبية. هل يمكن الجزم بصحة هذا القول من خلال المعطيات التي نراها يوميا على الساحة والاستهدافات المتكررة للمنشآت المدنية والخدمية الإنسانية؟ وبالنسبة للجزء المتعلق برغبة الأطراف الدولية والإقليمية الداعمة لحفتر الإبقاء عليه والحفاظ عليه في المشهد الليبي، وألا يندحر تماما من طرابلس ويحجز مقعده على أي تسوية سياسية مقبلة، نعم هذا واضح من خلال التصريحات التي نسمعها ومن خلال مطالبات مختلفة، سواء من البعثة الأممية عن طريق السيد غسان سلامة أو من الرئيس الفرنسي بالأمس في لقائه مع السراج أو غيرها من الدعوات بالعودة إلى العملية السياسية. يريدون وقف لإطلاق النار مع بقاء قوات حفتر على مشارف العاصمة، ليقولون لهم أن حفتر موجود ولديه واقع على الأرض ولديه قوات على الأرض في العاصمة، وبالتالي ما زال طرفا أساسيا في أي تسوية سياسية. ولكن هذا ليس لأسباب إنسانية لا تعنيهم الدماء الليبية ولا تعنيهم حتى دماء المهاجرين، طالما لم يطال القتل مواطنوهم إن كانوا موجودين في ليبيا أو غير موجودين. ولكن لا نرى الدول الغربية التي تزعم أنها مع حقوق الإنسان ومع الحريات، لا نراها تتحرك إلا إذا طال الضرر مواطنيها، ومن ثم فالتحرك للحفاظ على حفتر وعدم السماح بسقوطه تماما، وهو الآن يوشك أن يسقط ويندحر تماما بسبب الهزائم المتوالية، إنما لرغبة هذه الدول التي ربطت مصالحها بمصالح بحفتر رغبة منها في الإبقاء عليه في المشهد السياسي. نعم. سيد الكبير، هناك من يتحدث عن أن أي شخص لا يعرف حقيقة ما يحدث في ليبيا عندما ينظر إلى خريطة الوضع العسكري يرى بأن حفتر يمتلك مساحات واسعة من الأراضي الليبية، بالتالي المصلحة الأكبر ربما تكون في التعامل معه. حكومة الوفاق على صعيد آخر تمتلك شرعية دولية حتى بغض النظر عن الدعم العسكري الذي يحظى به خليفة حفتر. السؤال هنا، كيف يمكن لحكومة الوفاق الاستفادة من قرار مجلس الأمن الذي ينص على أنها السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد لإقصاء حفتر سياسيا من المشهد الليبي؟
لا، في الحقيقة حكومة الوفاق أضعف من أن تزيح حفتر بالوسائل السياسية أو بحضورها في المجتمع الدولي. البيانات الأخيرة سواء الصادرة عن مجلس الأمن أو عن البيان الأخير الذي صدر عن الدول الستة، الإمارات ومصر وفرنسا وإيطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة، ليست فيه أي إشارة لحكومة الوفاق أو الاتفاق السياسي، وإنما اعتبروا أن الأمر هو صراع بين الأطراف الليبية وطالبوا عودة هذه الأطراف إلى الحوار السياسي، ما يعني أنهم لم يعودوا متمسكين بحكومة الوفاق أو بشرعية حكومة الوفاق. الشرعية الحقيقية التي يمكن أن تمتلكها حكومة الوفاق هو دعم الجبهات التي تقاوم حفتر والتي تدحره الآن وتلحق به الهزائم. إذا مكنت حكومة الوفاق نفسها على الأرض أعتقد أنها تستطيع أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي. ومسألة أن حفتر يسيطر على أراضي في ليبيا هذه دعاية ووهم سقط الآن، والمعارك قد وصلت إلى الجفرة حيث معقل حفتر وقد تمتد حتى إلى مناطق نفوذه في برقة في الجنوب، لم يعد له الكثير. إذن مسألة أنه يسيطر ولديه 90% هي مجرد دعاية، هي في الأصل أكذوبة وليست حقيقة. هذه المساحات الشاسعة ليبيا بمساحتها الشاسعة لا يمكن أن يسيطر عليها ببضع عصابات من القتلة، ليسوا حتى جيش وليسوا حتى محاربين حقيقيين. ومن ثم حكومة الوفاق أمامها فرصة تاريخية في زحر حفتر وفي دعم القوات الجوية للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق حتى تدك معاقله في الرجمة وحتى تطردهم من موانئ النفط ومن كل منشآت النفط وتحصرهم في زاوية ضيقة. حينها نستطيع أن نقول أن حفتر انتهى وأن بالفعل حكومة الوفاق فرضت شرعيتها على المجتمع الدولي. طيب سيد الكبير، يعني ربما في جزئية ضعف الحكومة جعلت الصورة قاتمة قليلا، يعني أنت طالبت بدعم الجبهات وقلت في نفس الوقت أن الحكومة أضعف من أن تقصي حفتر سياسيا، يعني لا يمكن الخلط بين الأمرين على الأقل بحسب فهمي أنا شخصيا. أريد أن أستوضح نقطة واحدة، يعني ربما في الصراع السياسي بغض النظر عن قوة حكومة الوفاق أو ضعفها، لكن هناك مكامن قوة تمتلكها الحكومة، لماذا لا يتم التعويل عليها؟ مثل ماذا؟ ما هي مواطن القوة التي تمتلكها حكومة الوفاق أكثر من الأبطال الذين يتصدون لهذه العصابات الأمنية؟ أنا أتحدث من الناحية السياسية، مثلا قرار مجلس الأمن الذي يعتبرها الشرعية الوحيدة الموجودة في ليبيا، أيضا اتفاقية الدفاع المشترك التي يمكن أن تلوح مع تركيا، التي يمكن أن تلوح بها الحكومة في مقابل داعمين لحفتر كدولة الإمارات، أيضا المصالح الاقتصادية مع دول كفرنسا التي لديها شركات نفطية تعمل في ليبيا. هذه كلها أوراق لدى حكومة الوفاق يمكن أن تلعب بها وتجعل حفتر في موقف ضعيف من الناحية السياسية. نعم، أنا الآن الصورة أمامي، السؤال أمامي واضح. بالنسبة لحكومة الوفاق ما زال المجتمع الدولي ومجلس الأمن ما زال يعتبرها الحكومة الشرعية وما زال يتعامل معها على هذا الأساس، ولكن في نفس الوقت ومن خلال بياناتهم الأخيرة لم يعودوا يحولوا عليها كثيرا، أي أنهم بصدد البحث عن تسوية سياسية جديدة وحكومة وفاق وطني جديدة من خلال تسوية سياسية تريد الدول الداعمة لحفتر أن يكون لحفتر دور ومكان فيها. بالنسبة للأوراق التي ورقة الدفاع المشترك، طبعا هذه الاتفاقية نعم صحيح تستطيع حكومة الوفاق إن كانت لديها اتفاقية دفاع مشترك مع دولة مستعدة للتعاون معها مثل تركيا تستطيع أن تفعلها، ولكن هذا أيضا يتوقف على الجانب التركي. هذه الاتفاقيات بحاجة إلى موافقة البرلمان في دولة مثل تركيا، دولة ديمقراطية ولديها برلمان، تعرض على البرلمان وتدرس وتعرف ما هي المزايا والفوائد التي ستجنيها تركيا من خلال هذه الاتفاقية. نعم تستطيع الحكومة أن تفعلها، ولكن إجمالا أداء الحكومة بشكل عام وإن كان قد تحسن في الأشهر الأخيرة ولكنه ما زال ضعيفا ودون المستوى، إلى حد أن السيد فهد السراج لا يريد أن يسمي الدول التي تدعم حفتر علنا
لا يريد أن يسميها ويوجه لها الإدانة ويطالب المجتمع الدولي بإيقافها عند حدها. ومن ثم هذا الضعف الذي الضعف السياسي الذي لا يواكب الانتصارات على الأرض يجعل الحكومة ضعيفة. ربما استيقظ السيد فايز السراج مؤخرا خلال اليومين الأخيرين وأدرك أنه الآن أصبح في موقع قوة وأن قوات حكومة الوفاق والقوات التي تحارب تحت شعيرته قد حققت انتصارات جيدة، ولذلك كانت لهجته مع الرئيس الفرنسي بالأمس في اللقاء الهامشي في تونس أن مسألة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية ينبغي أن توجه إلى المعتدي لا إلى حكومة الوفاق. وحديثه للسيد غسان سلامة الأخير بأنه ينبغي أن يوجه حديث وقف إطلاق النار إلى المعتدي، وأن أي تسوية سياسية لا بد أن تكون وفق قواعد جديدة. هذه هي اللغة التي ينبغي أن يتكلم بها رئيس حكومة الوفاق الوطني. أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي عبد الله الكبير، كنت معي عبر الإنترنت.